أخرى. إيه في محل راديو تحياتي، مرحبا مرحبا عشيتكم فول الناس كل، إن شاء الله تكونوا عاديتوا نهار بيه، طقس سخون طقس يتعب، دونك نتمنى أنكم تكونوا حضرتوا بروغرام عشوية باهي باش تنساو بيه ستريس متاع النهار عشوية. نشكركم انكم اخترتوا تبداوها معنا في الرونديفو الاولاني من برنامج جديد على اي اف ام. البرنامج اسمه تونس الاخرى. شنو هو سيدي تونس الاخرى؟ احنا قلنا انه المستمعين تقريبا من يحلوا الراديو في الصباح هما يسمعوا في الاكتواليتي في الاخبار، وبما انه الاخبار في بلادنا عندها مديده مش ولا بد تخلق نوع، خلينا نقول، من فقدان الامل، نوع من الاحباط، وفي احسن الحالات من الديتاشمون. باهي اوكي تونس ماشي ماشي مليحه، ما سيبني ما تحكيليش على خاطرني فقدت الامل. جوستومون احنا ماناش ولا ما عندناش لا بريتونسيون ولا الغرور اللي خلينا نقولوا انه احنا في البرنامج هذا باش نرجعوا لكم الامل، اما على الاقل باش نحاولوا نبعدوا على كل ما هو السلبي، كل ما هو ينرفز، كل ما يزيد يبعدنا على بلادنا، باش نحاولوا نحطوا ضوء اكثر على الحاجات الباهيه، باش نحاولوا خاصه نتعداو ونهزوكم معنا ونهزوا خاصه المسؤولين لمرحله الحلول لي سوليوشن. يز عندنا اكثر من 10 سنوات نحكيو على عنق الزجاجه، نحكيو على ازمه، قروضات، جرائم، معارك سياسي وغيره. ما قلنا مرحله جديده وجمهوريه جديده ودستور جديد، انت موافق والا لا؟ ما مشيتش صوت مقاطع. اليوم نتعاملوا مع واقع، والواقع يقول لازمنا نبداو نبنيو، ولازمنا نقترحوا الحلول، حلول العائلة باش ترجع تعيش لاباس، حلول للشباب باش يخدم ويحقق ذاته، وحلول حتى للمسؤولين باش يسيروا البلاد بطريقة أفضل. مثال شنو ما هما غادي باش يحلوا المشاكل، لما تنجم تغيب عليهم حويجات، احنا هوني باش نعاونوهم ونبنيو مع تونس الأخرى. دونك برنامج اخترنا فيه ثنية صعيبة، كنا نجموا نحلوا لونتين، نحكيوا على زوز ثلاثة مشاكل، ثلاثة أربعة عركات وما أكثرهم وفات الحكاية، أما مع الفريق الكل خيارنا نمشيو في طريق آخر. احنا باش نجتهدوا وان شاء الله ننال اجري الاجتهاد والاصابه في الاجتهاد. على هذاك نحب منتا ومنذ الحلقه الاولى، منذ التدخل الاول، نشكر كل الفريق اللي يخدم في تونس الاخرى على لونجاجمون تاعهم في سيف سخون، في اوت، في تنبك القايله، وفي ظروف نعرفها انا ويعرفوها هما. قبل ما نقول لكم شنو يستنى فيكم اليوم، نحب نشكر زيدا صديقتي الباهيه، صديقتي المزيانه زينب المالكي، والفريق الكل اللي اثث الفتره هذه طوال شهر جويليا، وخلينا عدد محترم جدا من المستمعين اللي نستنى منهم انهم يواصلوا معنا الرحله في شهر اوت في برنامج جديد مختلف اسمه تونس الاخرى. تونس الاخرى في حلقة اليوم من تونس الأخرى مع أسامة سعدي. بونجور أسامة. بونجور خالد، أهلا وسهلا. شو أحوالك باب؟ لاباس صباح الحمد لله، أنفورم أنفورم، إن شاء الله تبقى في فورمة على امتداد شهر أوت. مع أسامة باش نتعرفوا ونعرفوا كل ما صار في 24 ساعة الأخرانية، ماهوش باش يفوتكم شيء بقدرة ربي، أما ماناش باش نركزوا، ماناش نتعمقوا كان في الأخبار اللي تفرح الإيجابية بيان سور. تونس الأخرى اخترنا زاد نحكيو فيه على الانستغرام الاخر ولا لي ريزو سوسيو الاخرين، انستغرام تاع الفيديش بلوشي وركبة على البحر وميميسي سيني وكيم كارداشيان عقليه موجود، اوكي متفاهمين، اما فما انستغرام اخر، فما عباد على ريزو سوسيو اخرين يعملوا في حاجات باهيه، باش نحاولوا نسلطوا عليهم الضوء مع رجاء الجميل. رجاء مرحبا. عايشكم بيك. دونك كيما قلنا فما عباد في انستغرام تعمل في حاجات باهيه، حاجات تنفع، حاجات ديما نرجعوا بها للمفهوم نتاع نبنيو مع بعضنا، يسحقوا هما زاد انا نسلطوا عليهم الضوء، وهذاك شنو باش تحاول تعمل رجاء الجمني بعد شويه. عندنا زاد فقره اسمها فيزا، باش نحاولوا نجيبوا لكم نجم نقولوا السفارات للراديو، نعطيوكم الماكسيموم نتاع ركزوا مليح سبل الهجره الشرعيه المحترمه. تو المستمعين قاعدين يقولوا به شنو هي لا كونتراديكسيون هذيا، يقول قايل انا عندي ساعه نحكي على تونس الجديده اللي مش نبنيوها مع بعضنا، وبعد مع الفريق اخترنا انه نعملوا فقره تحكي على الطرق ولا السبل نتاع الهجره الشرعيه. اولا الهجره ماهيش حاجه خايبه، تاريخ الانسانيه منذ تخلق الانسان مبني على فكره الهجره من بلاصه لبلاصه. اثنين احنا كيما قلت نتعاملوا مع واقع، الواقع اليوم تحب ولا تكره فيه شح شويه وساعات برشا في فرص العمل، والشباب يحب يغادر، دونك في عوض يحرق باش نحاولوا نوريو الحلول القانونيه والحلول الذكيه خاصه، وباش نحاولوا تو سامبلومون نعرفوكم بسبل الهجره من المصادر من سفارات بيد. ثلاثه في تونس الاخرى نحكيو على الهجره، ما نحكيو زاده على السبل اللي تنجم تعمل بها فلوس
في بلادك. عنا فقرة اسمها فيلوس فيلوس كما كل يدعي في مكة كنت تفكروا. حاجات تنجم تكون غايبة علينا تنجم تخلي حياتها تنقلب نحو الأفضل. أكثر تفاصيل إن شاء الله في ساعتنا الثانية. في ساعة ثانية باش نرتحوا زادة مع الكورة الميركاتو وأهم الانتقالات الصيفية يومين عندكم اون ميزاجور إن شاء الله. ساعتنا الثانية باش نبداوها بفقرة اسمها تونس تحلم. كل يوم باش نحكيوا على حاجة نحبوا نشوفوها تتبدل في بلادنا. دونك ميسالش نستسمحكم تلعبوا اللعبة معنا وجوي لو جو وتقولونا بميساجات بكومنتارات كل مرة شنو هي الحاجة اللي تحبوا تشوفوها تتبدل من أبسط الأشياء الأكثرها تعقيد. عنا فقرة المستشار مع الأستاذة خولة اليحمدي نفهموا القانون متاعنا أكثر نعرفوا حقوق ربما يوفرهم لنا الدستور والقوانين وإحنا نجهلوهم نتعرفوا على القوانين اللي تحمينا في مختلف الوضعيات. خولة شنو حولك؟ السلام عليكم. مرحبا ان شاء الله تكون الرحله طيبه مع كل الفريق معنا. غفران ان شاء الله تكون حاضر معنا غدوه في فقره تحكي اكثر على السوسيتي سيفيل. معنا ياسمين ان شاء الله اللي باش تحلم معنا في فقره اسمها تونس تحلم. ياسمين شنو حوالك؟ صباح لاباس. امورك باهيه؟ لاباس الحمد لله. احنا دونك باش ننطلقوا في الرحله. الدخله اليوم كانت مطوله شويه ان شاء الله تكونوا فهمتوا شنو يستنى فيكم. مرحبا بكم معنا في تونس الاخرى تونس الباهيه يوميا من 5 إلى 7 متاع العشيه على اي اف ام احلى راديو. و 18 دقيقة مرحبا بكم كيما قلنا إن شاء الله تكونوا تابعتونا من 5 متاع العشية باش تكونوا عرفتوا شنو البرنامج هذا اللي اسمه تونس الأخرى اللي نحاولوا نحكيوا فيه على كل ما هو إيجابي. فما الخايب في بلادنا، فما حاجات مش ماشية مليح، أما إلى متى باش نقعدوا نحكيوا على هذايا مش ماشية هذايا عاكسة تونس ما فيهاش أمل تونس تسكرت جيم أوفر على تونس. واحد من صحابي قال لي به ما عندناش حل إلا نعيشوا في البلاد هذايا، ما عندناش حل إلا نصلحوا البلاد هذايا، مش ربما صغار نعيشوا فيها في وضعية مخيل. مانيش قاعد نعمل في ديسكور رومانتيك، مانيش قاعد نعمل في خطاب شاعري ولا حاجة هكا، أما بقيت نبني وإذا كيفش نقعد نبكي ونبكي ونبكي ونتشكي 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 وحتى بسيكولوجيكمون سوسيولوجيكمون اللي هو راهو تعب الحكاية. وربما الحالة متاعنا احنا اللي وصلنا لها توا من لفات اللي احنا كثرنا على رواحنا جوستومون من الاخبار السلبية هكا ولا زينب باش تخش عليها خالد عليه خاطر ياسر مشينا في الاخبار اللي نقولوا احنا اللي تأثر على نفسية الانسان بالرسمي معناها اللي عاش معنا التجربة القديمة متاع مع الناس وحتى لازم بالحق لازم. محلية تونس وقت اللي نلوجوا فيها الجانب المشرق الجانب الإيجابي الجانب اللي فيه شوية تفاؤل شوية أمل مش ديما صحيح مش نلقاه الأخبار اللي تفرح ولا الأخبار اللي تبعث هك على البهجة والأمل، لكن وقت اللي نلوجوا نلقاه لازم شوف الإعلام معناها اللي تعم فيه أنت وزينب الميلكي على تيوال الموسم فيه مع الناس من أهم يظهر للتجارب الإعلامية في 10 سنين الاخرانيين مع الوفيرتور ميدياتيك اللي صارت في تونس. لو سيتويان جورناليست والفكره في حد ذاتها مهمه. انا نحكيو على الاخبار اللي ما تعجبش ساعات مهم زيادة راهو خاطر مش تعرف الدوية لازمك تحكي على دائما في اطار التكامل ديزون. قلنا احنا مع مختلف البرامج تاع اي اف ام قاعدين الجميع الكل يحبوا يلقاو حلول ويحبوا يحكيو على الوضعيات كما هي بكل تجارب. المشكلة أن الوضعية هي اللي ماشي مليح، معناها مش منهم نتصورنا ملاك ولا حاتم ولا خلود ولا الكل السومالية يحبوا يحكيوا على حاجات باهية، أما لازم يحكيوا على الوضعية كما هي. احنا قلنا ميسالش نحايلوا شوي وهو المستمع نصبح هو يسمع في الأخبار اللي ساعات باهية ساعات خايبة، احنا نركزوا أكثر على الباهي. لو ديفي معك أنت وزيما كان أنه نلقاو سوفيزامون أخبار باهية. قلت لي راهو صعيب شوي، أما يبدو أنه الحقيقة عطاتني الحظ. أهلا ولعبت يا زهر. أهلا ولعبت يا زهر. توتسويش نبداو الأخبار متاعنا في فقرة حمرة كحلة ومشكل لكم علاش. حمرة كحلة. محلية صوت فين. حمرة كحلة. علاش حمرة كحلة؟ على خاطر عن النوعين من الأخبار. دونك الأخبار اللي مش نرفز مي هاك الأخبار هذيك اللي استنسنا بها الأخبار اللي استنسنا تعمل جوج ما في الرأس واحد. وفما الأخبار البيه احنا باش نتعمقوا كين في البيه الخايب هنا نقولوا باش المستمع يبدأ على علم بكل ما صار في بلاده على امتداد 24 ساعة الأخرانية، أما ما نتعمقوا كين مع الأخبار الإيجابية. حاضرين نبدأ؟ بيان سور.
نبداو بالاخبار الاولاني. منظمه انا يقظ هيئه الانتخابات غير مستقله وندعو اعضائها الى الاستقال. هذا اللي كشفه المدير التنفيذي لمنظمة أنا يقظ مهيب قروي اليوم في تصريح إذاعي وقت اللي أعطى أبرز ملاحظات المنظمة حول عملية استفتاء 25 جويلية وأسباب طعنهم في نتائجه لدى المحكمة الإدارية. واضح المعلومة وصلت؟ وصلت المعلومة. دعوت إلى رفض أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد بتونس. والدبلوماسي السابق أحمد النيس يعتبر أنه من الخطأ أن تتخذ تونس هذا القرار. الدعوات بدأت من عند الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان اللي رفضت وثائق اعتماد السفير الأمريكي المقترح. وأحمد النيس يقول أنه ما يلزمش نرفض اعتماد السفير بسبب تصريحاته ويعتبر أنه من الخطأ أنه تونس تتخذ القرار. واضح نتعاديه. وزير التربية يكرم المتواجدين في الدورة 29 الأولمبياد الإفريقية للرياضيات. ها أخبار بي سيدي هذين نعملوا الطاولة وكريس تفضل سيدي. ماتيماتيك عنا دي جينيت بارك الله في الرياضيات. وزير التربية كان اليوم كرمهم بعد ما شاركوا في الدورة 29 للأولمبياد الإفريقية للرياضيات. ماتيماتيك عندها حتى علاقة بالرياضة. ماتيماتيك اللي انتظمت في المغرب نهار 19 و 28 جوان اللي فات. الفريق الوطني متاعنا تحصل على المرتبة الأولى إفريقيا، 3 ميداليات ذهبية 4 فضية و5 برونزية. تحصلت التلميذة ياسمين الزهي على لقب ملكة الرياضيات بإفريقيا. شوف قديش عنا بالحق معني. صور انت أقوى واحدة في المات في إفريقيا لكل تونسية. راهو انك تكون اقوى واحده في افريقيا في المات ماهيش حاجه سهله. معناها عاود الاسم بربي. الاسم ياسمين الزاهي ملكه الرياضيات في افريقيا. ياسمين الزاهي نجم معناها انا وياك نعمل في ميشن عام 2026 نقولنا راهي تخدم مع نازا ولا حاجه هكاك. دونك العباد هذوما لازمنا نحطوهم في الكادر البيهي نتاعهم. والتكريم هذا ديجا خطوه في انه يحسوا بقيمه الإنجاز اللي عملوه. وبالحق معناه محليه التيتر ملكة الرياضيات مش بطل ملكة الرياضيات. برابي خان مثال شريت أخبار به يجيب الحديث ملكة الرياضيات. دونك ينجم يولي انجيني متاع بروغراماسيون في الانفورماتيك بار اكزومبل افيك بشوية فورماسيون بشوية تكوين. راهو ابليكاسيون مثلا انا ديما نعطيه ليكزامبل لابليكاسيون خرجت عام 2016 تاع بوكيمون 2015 ولا 2016 تاع بوكيمون جو. جو ابليكاسيون جو على التليفون دخلت ما يعادل البي بي نتاع تونس معناها الميزانيه نتاع تونس. هو برشا عبيد خالد سامح راهو ينجم يكون الحل سامحني ينجم يكون الحل في البلاد هذايا في انك تلم مجموعه من ليجيني مجموعه من العباقره تحطهم في كادر به توفر لهم الامكانيات يخلقوا لك ديز ابليكاسيون يجيبوا لك برشا 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 فلوس يخرجوك من الازمه نتاعك الاقتصاديه اللي عندها اكثر من 100 سنه في جرة هكا ملك الرياضيات ولا ملكة الرياضيات ولا عبقرية شو حليم صغيرات على فيم تي في نجموا نشوفوا تصويرتهم وني صغار معناها تلامذة معدل الأعمار ما نتصورش كان يفوق 17 سنة ما نتصورش شيء أنا ليسي ما مخذوش باك مازال مخذوش باك نتصور هكا ديليسيان صحيح الكلهم تلامذة تقريبا. والرياضيات كما كنت تحكي خالد تطور معناها المخ استخدام العقل في مختلف المجالات. برشا عباد يقول لك ايه ابخي الرياضيات شنو وحساب بالطريقه البسيطه المبسطه على الاخر معناها الشعبيه على الاخر لازم موش حساب او الرياضيات علم ينجم يوصلك وين تحب انت وهو نقول لنا الكابو نتاع العلوم الكل. بيان سور هو ابو العلوم. نتعدوا اللي بعده نتعدوا الأخبار الباهية. ما زالت يوم 13 أوت وبمناسبة عيد المرأة سيتم الكشف عن المرشحات لتكون واحدة منهن أول رائدة فضاء تونسية وجميعهن قائدات طائرة. هذا برشا تفاصيل في الأخبار هذه نحبها اكزاكتومون اللي أعلن عليه هذا الأخبار هذا أعلن عليه محمد فريخة مدير عام شركة تيلنت المختصة في التكنولوجيا والهندسة وقال أنه نهار 3 أوت اللي هو يوم عيد المرأة باش يتم الكشف على مجموعة من المرشحات باش واحدة منهم تكون أول رائدة فضاء تونسية وإفريقية وربما
عربية يتم إرسالها لمحطة الفضاء الدولية، كما باش يتم الكشف على باقي البرنامج التكويني والإطار الزمني للحدث هذا. فريخة قال زادة أنه شرط اختيار رائدة فضاء صعيب ياسر، خاصة إلى الناحية البدنية والطبية والعلمية. قال تقريبا المرشحات الكل هما قائدات طائرات تونسيات يسوق مع دي بيلوت ديجا، ووضح انه رائدة الفضاء التونسية اللي باش يتم ارسالها باش تقوم بمهمة علمية في مجال علوم الفيزياء والعلوم الطبية لأول مرة خدمة للإنسانية. حاجة بالرسم تفرح، يعني في تاريخ رمزي 13 اوت عيد المرأة نجم نلقاو امرأة تونسية في عالم اخر. طبعا نهار 13 اوت نعطيكم التفاصيل نتاع الاخبار هذه، شكون المراه اللي باش تنال الشرف هذا انها تكون اول رائده فضاء تونسيه. نتعديو الاخبار اللي بعده. وزير السياحه مؤشرات طيبه على الموسم السياحي 2022 خاصه مع عوده الاشقاء الجزائريين. الديفي اللي حطيناه من الاول 1,000,000 سائح جزائري مع نهايه 2022، هذا الهدف اللي كان مرسوم والهدف اللي أكده وزير السياحة محمد المعز بالحسين اليوم. وقال إنه بطبيعة السياح الجزائريين عندهم أهمية كبيرة في تنشيط السياحة في تونس وإدخال الحركية التجارية هي مع البلاد تجارية، إنه السياح الجزائريين يدوروا يسو دي بلاس يتحولوا يتقلوا يشريوا ويساهموا في معناها ما يحركوا الدنيا، ما يقعدش في الأوتيل، يدور يحرك الدنيا يدور الدولاب يخرج يحب يكتشف تونس يمشي يشري معناها فما دوفيز مش يدخل بدلي على الليل ودبوستين من الاخر. نوعيه بالرسمي السياح الجزائري نوعيه ممتازه يصرف اكثر من التوانسه في الموسم السياحي بالطبيعه. يقول سيد وزير السياحه انه الهدف الجملي للقطاع السياحي في تونس من حيث عدد الوافدين يتمثل في بلوغ بين 50-60% من عدد السياح اللي كانوا وافدين على تونس في 2019 اللي تقدر ب 9.5 مليون سائح. وكشف زاد وزير السياحة انه عدد الوافلين اللي تم تسجيلهم منذ بداية العام الحالي حتى لوفان جوي اللي فات سجل تراجع صغير بنسبة 42% مقارنة ب 2019، فرق بعيد بعد الكورونا ايتو. لكن يقول انه فما اهداف محددة باش انه الرقم ذايا يعني يحقق نتائج باهية وانه يضعف بعد أزمة الكورونا بعد المشاكل اللي صارت للناس كل. سمحني الرقم اللي قارنوا به من 2019 ديما نحكيوا على عامين التالي اي ذكر عامين الكورونا 2021 ما نجموش نقارنوا بهم بما انه فوالا دونك نرجعوا للربير بتاعنا 2019 يعني عامين قبل الكورونا بطبيعه ما نجموا نبداو نقارنوا كان بالعام هذاك. يقول بالنسبه للعائدات السياحيه هذا رقم مهم، تم تسجيل الى غايه يوم 10 جويليه ارتفاع بنسبة 58% مقارنة بنفس الفترة مثلا من العام الماضي بريود كورونا 58% مهم جد. هاي الدنيا تدور، هاي العجلة تدور، ما نحبوا على العجلة تدور. بالفلوس 1,578 مليون دينار هي قيمة العائدات. احنا جوست كيما قلت لك نحبوا على العجله تدور، نحبوا على الفلوس تزيد، نحبوا زاده على السياح كيما كنت تحكي انت كيجي ما يخدمش كان لوتيل ولا يخدم البواطه اللي يمشي ياسر فيها، رغم اللي مهم البواطه اللي يمشي ياسر فيها والريستورون اللي يمشي يتعشى فيه وغيره، يخدم زاد ليزارتيزانا، يخدم التاكسيات، يخدم الحماس، يخدم معناها لو سيركوي ايكونوميك الكل، يخدم اللي يبيع في الحلوى على برويتا، معناها نحبوا سياح نهزوهم ونخليهم يكتشفوا بلايس اكثر ما يمكن من البلايس اللي نجموا يصرفوا فيها فلوس، معناها ديزون دي توريست اكتيف ما همش دي توريست كلي جاي كيما قلنا دلعه ودبو زمان اول انكلوزيف في الاوتيل اكزاكتومون. هذوكم السياح اللي حاشنا بيوم ريت قداش مازال قداش عنا طلعنا اخبار ايجابيه ومازال عنا. مدير الصحه الوبائيه بالمهديه لم يتم تسجيل اي حاله مشتبه في اصابه مدير الصحه الوبائيه بالمهديه لم يتم تسجيل اي حاله مشتبه
في إصابتها بجدر القروض في صفوف مهاجرين غير نظاميين. الأخبار دار شوية على الفيسبوك في الويكاند وجدر القروض دخل تونس وغيره. تم التكذيب اليوم. تم التكذيب مع ملك بكيري اليوم في سات نوف لهنا في يافام. سمير لحو المدير الصحة الوبائية في الإدارة الجوية للصحة بالمهدية كان انفاء وقال لم يتم تسجيل إلى حد الآن أي حالة مشتبه في إصابتها بجدر القروض من بين المهاجرين غير النظاميين اللي تم إنقاذهم بداية الأسبوع المنقضي في جهة المهدية. وقال إنه الإدارة تفاجأت بتداول خبر حساس يقول هو معني راهو جدر القردة حاجة بالرسمي معني ولا تخوف بعد تعد علينا في الفترة تعد علينا بالكورونا دونك ولينا نخافوا من أي وباء وخافوا من التسكير بيان سور. دونك يقول إنه خبرك من هكا معناها يعتبر حساس وتداوله كان دون الرجوع إلى الجهات المعنية. وقال مانيش في حاجة إلى أخبار زيفة يتم ترويجها. يأكد نفس المصدر إنه من 63 مهاجر غير شرعي كانوا عبروا سواحل المهدية هم اليوم مقيمين في واحدة من المدارس الابتدائية في الجهة. تم متابعتهم صحيا وتم تسجيل 6 حالات إصابة بالكورونا حاجة عادية. دونك المفيد ما فماش جدري القردة هذا الأهم في الموضوع. ما فماش معناها حاجة تخوف. الخبر اللي كان دار المدة الأخرى وممكن تنجموا تزيدوا تعودوا تلقاوه يدور على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك الخبر هذا يراه ما فهمش منه لباس معنا حتى إصابة بجدر القردة وصح ستار كما يقول واحد. باش نفهموا الخط التحريري نتاع البرنامج هذا تونس الاخرى مع الخبر اللي جاينا توا في تقريبا اكثر البرامج وكل البرامج نحكيوا على انتشار الحرائق وغيره. احنا اخترنا نحكيوا على خبر يقول انه في زغوين تمت السيطره بنسبه كبيره على حريق جبل سيدي زيد. في زغوين المدير الجهوي للحمايه المدنيه بالنيابة شوقي الهذيلي قال اليوم أنه بنسبة كبيرة تمت السيطرة على حريق جبل سيدي زيد من معتمدية زغوين. نعرفوا زغوين والخضار والجبال اللي فيها. الحريقة ذي كان اندلع نهار السبت وتمركزت عمليات التدخل في زوز بؤر تقدر مساحتهم ب 20% من الحريق. والفرق اليوم المدخلة من الحماية المدنية تسعى لتطويق النيران والحد منها. وأضاف أنه تم تسخير 70 عون من الحماية المدنية 30 عون غابات و10 شاحنات إطفاء إلى جانب الاستعانة بالطائرات المروحية. حريق كبير راهو لكن يقول أنه يعني تقريبا رغم اللي النيران ما زالت مشتعلة في بعض الأماكن إلا أنه المجهودات اللي تقوم بها إدارة الحماية المدنية مكنت بالتعاون مع نظرائها في الولايات المجاورة وأعوان الغابات والجيش أنه نسيطروا على الحريق ذايا ونقصوا من الحدة متاعه. كان ينجم يفكرنا في اللي صار في بارجو لكن الحمد لله إلى حد الآن فما سيطرة على الحريق كما قلت بالتعاون مع مختلف إدارات اللي كنا ذكرنا يوم بكري. الحمد لله في بسرعة ما زلت فما الأخبار الإيجابية وهي صابة اليوم من الأخبار الإيجابية بزهرنا والحمد لله. وإن شاء الله ديما هكا في دقيقة نحاولوا نحكيه على 3 أخبار بسرعة. وسيمة بعد توقف لمدة 3 سنوات عودة نشاط معرض تبرقة للصناعات التقليدية. 3 سنين هو واقف معرض تبرقة للصناعات التقليدية. يرجع ديما نفس السبب جائحة كورونا هي اللي خليته معرض هذا معرض مهم. ونعرفوا طبيعة الصناعات التقليدية في تبرقة والكلنا مشينا رحلات لتبرقة وخذينا كاللي برودوي ارتيزانال. دونك بطبيعة نفرحوا للنساء اللي تخدم في اللي برودوي هذوما وللعباد اللي تستقات من المعارض من نوع هذا. وننصح العباد انو يمشيو ويبحروا في تبرقة ويزوروا المعرض خاطر تبرقة فيها من احسن من ازين البيزاج والبحورات في تونس العاصمة. معرض للتجار المتضررين من حريق سوق جارة في جيبس. كنت فاكرها الحريق كبير. حريق كبير في سوق جارة في جيبس ناس كل تعاطفنا معاه. اليوم مديرة التنسيق الجهوي في ديوان الصناعات التقليدية تأكد انه تم اقرار اسبوع عرض خاص بتجار وحرفي السوق هذايا والعباد اللي متضررين وعددهم 40 متجر باش نظموا يعني معرض يضم هالأربعين تاجر ولا حرفي وتمكينهم زادة من منح باش ينجموا يعرضوا بطبيعة المنتوجات متاعهم. وهذا في قاعة الأخبار بالعاصمة كنت تعرفها اللي جوست أكوتي من وزارة المرأة.
ولا نخدموا بخبر مهم زاد ايكولوجيكمون انطلاقا من اليوم منع استعمال الاكياس البلاستيكيه في جربة. مهم جدا اليوم دخل بداية من اليوم غرة أوت مشروع جربة بلاش بلاستيك حيز التنفيذ في بلديات ميدون أجيم وحومة السوق. ونذكروا اللي مشروع جربة دون بلاستيك ذو الاستعمال الواحد كانت أقرت وزارتي السياحة والبيئة على أنه باش يشمل ولايات أخرى للحد من الأثار السلبية للبلاستيك. اليوم المشروع بدأ في جزيرة جربة، جزيرة نموذجية تقريبا، وإن شاء الله بطبيعة نشوفوا بقية الولايات تنزج على نفس المنوال والمشروع المهم ذاية ينتشر في بقية البلديات ينماغ من البلاستيك ومن مشاكل البلاستيك. العبيد اللي مهتمة بالبيئة أكيد تعرف بالرسمي شو المضار عملت بدرات كما هكا ساعات في, في, في بعض البلايس في الجرون سيرفاه صغيره فشلت. إن شاء الله تكون جربة good case practice، معناها حاجة باهية نحتذيه بها بجوست نوع تتعامل الحكاية على كل الولايات الأخرى. مرسي بكو وسيمة محلية دورة الأخرى ريت، معناها تقريبا في 1 2 3 4 5 من 10 أخبار زوز منها هكيك غبر وثمانية أخبار إيجابية في تونس الأخرى. وإن شاء الله كل يوم عنا العدد الهائل هذي متاع الأخبار الحلوة. بعد شوية باش نحكيه على بيترا على الانستغرام، انستغرام الآخر، الانستغرام اللي فيه برشا حاجات حلوين. تونس ليك لتشجيع السياحة الداخلية، أكثر تفاصيل مع رجاء الجمني صديقتنا شوية آخر. أما توا باش خليكم مع الموسيقى كلاي غني على مولانا على EFM على راديو. خليكم معنا في تونس الأخرى، مازلنا معكم حتى للسبعة متاع العشية. اقتراحاتكم كما قلت لكم حبوا نحلموا في الميسيون هذية بتونس مخير. دونك مرحبا بكل مساجاتكم وكل تعليقاتكم معنا. الأخرى حتى للسبعة متاع العشية، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل من التحق بنا توا. تونس الأخرى برنامج يحكي على تونس الباهية، تونس اللي نجمو نبنيو فيها مع بعضنا المستقبل نتاعنا. زيزان تونس اللي ما تبكيش، تونس اللي ما تقنقنش، تونس اللي ما تشكيش، على خاطر يزي ما بكينا وقنقنا وشكينا على امتداد 10 سنوات. هاي نحاولوا نبنيو، في المهم قاعدين نحاولوا احنا وعنا شرف المحاولة النجاح إذا نجحنا، عنا شرف المحاولة إذا فشلنا. أوتوكا تونس الأخرى فيها الانستغرام الأخر، فيها الفيسبوك الأخر، تيك توك الأخر، لريزو سوسيو الأخرين إذا باش نحكيو عليهم الكل. مع رجاء مرحبا مرة أخرى. عايشة كوفيك، شنو حوالك؟ فرحانة باش أنا معك. دكتورة رجاء شكونك رجاء؟ رجاي كيما تونس تليق ثقافيت معنا برشا حاجات اللي سافي دو موا سكو جو سوي، سي لو ماركتينغ، سي لا فارماسي، سي لامور على ميدسين، سي لامور على كولتور. شنو عامل ميدسين وفارماسي زوز؟ لي معني هو حبي الميدسين خليني نعمل فارماسي. الفارماسي من بعد لقيت غرام بالماركتينغ، عندي دوبي توجور غرام بالكولتور بالهيستوار ببلادي. اي اي بعد اكتشفت انا كيما نسكو لي ريزو سوسيو اي قلت بوركوا با سي تان اوتي باهي خليني نوصل العباد، العباد توصل لي اي بوركوا با لوتيليزي. انت مركزه برشا مع الكوتي الباهي جوستومون تاع لي ريزو سوسيو، هذاك علاش انت معنا اليوم. وفي كل مره باش نحكيو على ان كونت ينجم راهو ما يكونش فيه مئات الالاف نتاع المتابعين، اما ان كونت يقدم في محتوى رانا مانيش في الحكم لا الاخلاقي ولا لحد شيء، اما نحكيو على ان كونتوني انستركتيف، كونتوني ينفع، كونتوني ينجم يعطي معلومه بسيطه مختلف على الانستغرام اللي حكينا من الاول نتاع تصاور ولا كولتور كيم كارداشيان ولا لا كولتور بلينغ بلينغ كولتور 50 سنت اللي تحب انت تو سكو تو فو اللي يذولي ماتش مو ذا برشا. دونك هذاك علاش في انستغرام فما برشا حاجات باهيه قاعده تصير، هذاك علاش انا اخترنا ان نعملوا الروبريك هذا جوستومون اليوم باش نبداو مش بشخص، مش نبداو ببيدرا. البيدرا تقول تونس ليك، على بيدرا مديوان الوطني التونسي للسياحة للترويج للسياحة الداخلية وتشجيع المواطن التونسي باش يكتشف ويزور مناطق جديدة في بلاده. نكتشفوا هذية في الانستغرام الاخر. انستغرام الاخر يلا رجاء. دونك كيما قلنا باش نبداو من تونس الاخرى بتونس ليك. تونس ليك هي بيدرا من الديوان الوطني للسياحة وقرر انه السنه وحاجه ياسر عجبتني انه يشجع السياحه الداخليه. معناها ما غير ما تمشي لبعيدك في بلادك فما اللي تستحقوا الكل، تحب الثقافه، تحب لي ليو، تحب البحورات، تحب الجبولات، فما ما تشوف وحدك مع اصحابك مع عائلتك،
كونت ياسر مزيان، واللي أزين من هذا أنه الديوان الوطني مش وحده اللي يعمل في الكونتنو، هو قاعد إلى نسيت أنه العبيد يلكري سو كونتنو. Il a fait appel à des influenceurs. Il dit, مثلا ما يسافرشيش اللي اكتشفت عندها البيدرة هذي. يكلم les influenceurs pour créer ce contenu, pour faire la promotion du tourisme. باش يشجعوا العبيد يشوفوا بلايص أخرين مش وتلا بركة في الصيف. راه في الصيف نجم تهز صغارك، بلاريجة تهز صغارك، البيجة تهز صغارك، الجربة، الجرجيس، بلايص أنت ما كنتش حتى تخمم تنجم تمشي لها. تهز كرهبتك ولا فاسيليتي أون فيت كي تتفرج تحسها حاجة تخي سامبل كأنك ماشي تشري من العطار. هزك رهبتك الصغار كبرى شوف البلاصة هذي يعطيك قديش تبعد عليك، يعطيك شنو تنجم تعمل غادي، فما قيد ما فهميش شنو تنجم تشوف لزاسبي متاع كل منطقة مزيانة في بلدنا. وحاجة تشهيك برشا معنيك تبدأ تفرش في الليزيماش تقول هذي بلدي إبان هذي بلدك. دك تونس ليك كيما نبهي للترم دك تشهيك باش تزور بلدك وتسهل عليك، معناها انت قاعد في دارك تقول شو ما هززني للبلاصة هذي اللي هي راي تونس. تونس كل حكاية فارغة، معناها جغرافيا صغيرة نورمال مورا والديبلاسمون بتاعها ديبلاسمون في احنا تونس قروين مثلا جهة معليك لكو ساعتين كيس في بلاد اخرى ساعتين كيس يعملوها في نفس المدينة فهمت اكزاكتومون نهار يمشي يخدم ويجي احنا نبخلو شوية. دونك تونس ليك توريك اللي هي الحكاية سهلة وتشهيك باش تزور بلايس يمكن ولا في اغلب الاحيان ما نعرفوهمش على بلادنا، هما اكيد انهم ازين من برشا بلايص اخرى نصرف عليها برشا فلوس كي نبداو نسافر. اكزاكتومون ماكش وحدك باش تحكي لنا على البيدره هذا اليوم. مش وحدي، عندي ضيفه عزيزه عليا برشا وجلا ريميرسي اللي هي قبلت باش تكون معايا. اي دونك ما يسافرش شي اللي اترافير مايسا. انا كيما اي مواطن تونسي اكتشفت البيدره نتاع تونس ليك. مايسا معانا، مايسا حاضره، نعرفها مايسا لو خدمت انا وياها مايسا في برنامج ونحب نذكر اسمها حتى هي نسى. مايسا شنو حوالك؟ عسلامه. سما تسمع فينا مايسا؟ فما امتي ديكالاج مش ركز مع التصويره اللي عندي قدامي. مايسا اللي شركز مع اللي تحب شنو حوالك مايسا؟ الحمد لله وانت خد لاباس؟ سافا امورك باهيه؟ قلت لنا مقدمت انا يا مايسا في تجربه ما نحبش نقول عليها شنو. نعم قلت لنا مقدمت انا يا مايسا في تجربه ما نحبش نقول عليها شنو. انت فهمتني وانا فاهم. خلينا اليوم خلينا على اكزاكتومون رسمي. ميرسي بور لانفيتاسيون. مرحبا بالحق معناها كلمتني رجاء. جي tout de suite accepté bien sûr avec un très très grand plaisir quand il s'agit باش نحكيوا على تونس وعلى بلادنا. دونك فوالا حاب نحكي لكم ولا هاي رجاء انت ورجاء تتفهم. اي انا خليت لك المجال معناها قلت له مينيموم بوسيبل باش نخليك تحكي لنا عليها زيد منظورك انت خاطر عشت هالاكسبيريونس ابريتو. Exactement. Alors déjà, je vais vous parler de le projet Visite Tunisia by USAID. Donc c'est un projet Visite Tunisia by USAID en collaboration avec Ouzart Siyaha. La vérité est que depuis quelques temps, et vous savez que cette idée, et bien sûr, à chaque fois, une femme Ouzart Siyaha, une femme Haja, le bled, je ne dis pas que c'est la première fois que nous travaillons avec Ouzart Siyaha, que ce soit تونس وإلا البرة. خدمت برشا دي زاكسيون افيك لو ان تي تي، مشيت حتى معاهم البرة في دي سالون على شال انترناسيونال بور بروموفوار لا ديستيناسيون البرة افيك دي انفلونسور البرة. اليوم الحاجة اللي عجبتني في البروجي هذايا سي مانيش اون اي با دون لا بروموسيون تاع تونس pour les touristes ولا pour les étrangers. On est pour promotion تاع تونس للتوينسا. دونك المبادره هذيا تنصيب كيما قلت لكم الباج تونس ليك، سي اون باج ياسر مزيانه سور انستغرام، سي اون باج زيد اكيزي سور فيسبوك باش نوريو بلايص للتوينسا لو طون دا ويكاند. دايور لي هاشتاغ فيزيت تونيزيا يو اس اي تونس ليك ويكاند تونيزيا. دونك لو طون دا ويكاند لو طون دو نهارين نجمو تمشيو تعديو معناها نهار ولا نهارين مع صغيراتكم اون فامي. دونك انا فما حس طياره متعديه فما حس طياره متعديه يا مسيلش هذا البروجي طاير اسمعوا باب استنيت تعدى استنى هذا سيد لا كونكورونس احنا نحكيوا على السياحه الداخليه والله هما يستاذوا على السياحه ولا سواح جميل معناها نشوفوا تونس نتاعنا غاروا منا غاروا منا.
دونك لو طون دو كيما قلت لكم لو طون دان ويكاند ولا لو طون دون جورني كيما عملت انا معناها هذيك الكهرباء خرجنا الصباح مشينا لبنزرت دونك اول ديستيناسيون كانت بنزرت وان شاء الله يوغا دوتغ ديستيناسيون مع البروجي هذايا دونك اول ديستيناسيون كانت بنزرت انا بيرسونيلمون بنزرت ما كنتش نعرفها بالكدا ما كنتش نعرف البنه نتاع الميلفاي والبنه نتاع السيترونات والعباد الكل تعرف بنزرت كل كاسكروت لبليبي ما كنتش نعرف البنه هذيك وما فهميش كان الماكله يعني اون ايتي با لا جوست بور بروموفوار كلنا لو توريزم كولينير مي زيدا فما بلايص كيما عند موس معناها بالحق اون بلاج باراديزياك مانيفيك اون بلاج فيير تنجموا تمشيو لها ان 4x4 فما دي ديسپونيبيليتي باش تكريو 4x4 وتدخلوا ب 4x4 عين بيرده العين اللي بالحق معناها سي نوت سورس معناها ناتوريل كيف كيف مشينا عملنا بادل عملنا كاياك avec les enfants الحقيقه عديت نهار مانيفيك avec avec les enfants عرفت فيه المنطقه نتاع بنزرت اللي ما كنتش نعرفها كيما برشا بلايص اخرين مالوغوزمون ما نعرفهمش واحنا ماشيين وقفنا زيدا في الصباح على لو سيت اركيولوجيك نتاع اوتيك زيدا كيف كيف السيت هذايا ما كنتش نعرف اللي نقولوا تونس 3000 سنه حضاره الحضاره تبدا من غادي واللي هي كانت منطقه معناها سياحيه والتبادلات التجاريه انطلقت من غادي قبل حتى كارتاج عرفت برشا حاجات على بليدي عرفت برشا حاجات كليت برشا ماكله بنينه نشكر فيزيت تونيزيا باي يو اس اي نشكر لو ان تي تي نشكر لو كابيني زيدا دو دو كونساي اون كوميونيكاسيون ما نحبش نغلط خليني نسميه بالصحيح اللي هو اي اس او اللي كان متبعنا معناها في البيدره هذيا وميرسي للناس الكل ميرسي للناس اللي شجعت لا فيديو اللي بارطاجيتها لقيت برشا 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 تفاعل بالحق برشا تفاعل سور لي ريزو سوسيو برشا بنزرتيه يسكنوا البرة وقالوا لنا يا ميسا نستني وقت الشرف لتونس شو ناكلوا كل الملفاي وناكلوا باكيكات السيترونات الاولاد شيخوا بالحق شيخوا معناها شفت الضحكة والفرحة وما قلقونيش لا فيريتي بورتون عمرهم صغير في العمر وكل شيء مي ما قلقونيش فوالا انا جو انفيت انكم تشوفوا برشا بلايص في تونس تهزوا الكهرباء تمشيوا تكتشفوا بلادكم تو سامبلومون معناها ميرسي ميسا ميرسي بوكو ميسا ميرسي انورمون أنا شفت راه ستوريات عندك أنت شفت ستوريات عند ربيع جيمر زيد شفنا زيد الربيع مشي وشفنا تنويشة سيت اون انيشيتيف اكسبسيونيل Alors, c'est une initiative بديت من قبل رمضان. ربيع باش يورينا لو كوتي معناها ديستيناسيون كيفاش معناها ليميرسيون افيك لي لوكو كل شيء. تنويشه كانت بلوس سور لو كوتي كولينير. انا جيتي بلوس افيك لو كوتي معناها سور لو كوتي فامي. ايغا با كو احنا اون فوار زيدا فاطمه بوعون الجمعه الجايه كيفا بارتيغ ان ديستيناسيون اخرى وانا مازلت باش نمشي لدي ديستيناسيون اخرين من هنا حتى لسبتمبر. دونك جو فوز انفيت باش تتبعوني وتتبعوا لاباج تونس ليك اللي خلطنا الديكا البارح دونك جو لي فيليسيت وان شاء الله اكثر واكثر وبرشا الناس يتبعوا لاباج هذايا ميرسي بوكو ان شاء الله غراس لي زوديتور نتاع اي اف ام الباج هذايا زيد تاور خاطر كما قلنا ميرسي بوكو انكور اون فوا مايسا كان مازلت تسمع فينا ان شاء الله في دي انترفونسيون اخرين وان شاء الله ممكن حتى دون لو كادر دو ميم بروجي تجي بحثنا مايسا هنا للاستوديو احنا جوستومون نحبوا نحكيوا على دي بروجي هكا باش يزيدوهم دي فولورز اونتر اوتر على خاطر حاجات باهين وما نجمو كان نشجعوهم ميرسي بوكو رجاء فهمتوا انتوما لي زوديتور شنو هي ولا شنو هو الكونسيبت نتاع الروبريك هذا دونك كان تعرفوا باج انستغرام كرياتور دو كونتينو صانع محتوى يعمل في حاجة باهية حاجة مزيانة حاجة نظيفة مرحبا بيه تسلطوا عليه هذا ونعطيوه من وقتنا بكل حب وبكل أريحية ديزون في تونس الأخرى 5:51 بعد شوية باش نحكيو على ايسيك ايسيك شنية ايسيك تعطيكم فرص للهجرة بان كونترا دو ترافاي الفرصة مهمة جدا خليكم معنا في الاستماع في تونس الأخرى 5:53 بعد شوية عندكم موعد مع الأخبار وأخبار الرياضة ما قبل هذايا باش نمشيو كما قلنا نحكيو على ايسيك ايسيك سيت اون اورغانيزاسيون نتعرفوا عليها أكثر بأكثر تفاصيل شوية آخر مع ضيفتنا الطيب ايسيك علاش حابين نجيبوها في فقرة اللي اسمها فيزا باش نحكي خاطر ايسيك تعطي فرص نتاع دي ستاج بروفيسيونيل للإتيديون التوانسة توت سويت فيزا 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 كما قالت زينب الملك ديجا انا خاطر نعرف
ايسيك ماهيش ويكيل تهجير ولا اجونس دو 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 فواياج. اي شنو هويك؟ لاباس الحمد لله. تكلم في الميكرو. اي دونك اي انت معناها اون دي فيس بريزيدونت في ايسيك ناسيونال. ديجا فيس فيس شنو هي ايسيك؟ En fait, ISEC est une organisation internationale qui travaille dans 121 pays. Le but est que nous devons concrètement faire le qiyada dans les jeunes pour que nous devons faire des conflits à l'échelle internationale entre les pays dans le monde. Et c'est une chose pour que nous devons gagner des troubles ou des problèmes qui sont dans le monde. Donc, c'est ISEC. Le but est que nous devons faire les jeunes dans le monde. الكل باش انه يكون هو العبد القيادي نهار اخر يهز العالم الكل ان شاء الله للفيزيون نحبوا. واحد من اهم لي بروغرام دونك في ايسيك, واحد من اهم لي سيرفيس اللي تعطيهم ايسيك المنظوريه والغير منظوريه هو فرص لاستاج بروفيسيونيل خارج تونس. En fait, مش كان دي ستاج بروفيسيونيل. En fait, احنا نعطيو trois expériences باش ينجم يعيشهم لي جون. عندك سوا تمشي متطوع تكون ما بين ماكسيموم 3 شهور. تنجم حتى تمشي التطوع نتاعك هو انك جوست تمشي تعرف البلاد هذيك. الحاجه الاخرى هو انك تمشي تقري في كونتكست بروفيسيونيل, صحيح ستاج مي راهو بالفريمون تعيش معناها الخدمه نتاعك كوتي بروفيسيونيل. والا تمشي في الفليغ نتاعك انت في قرايتك, والا اذا كان ديجا تلقاك عندك شويه من اللي تخرجت نقولوا عام عامين. علاش تقري في لير واحد ما فهمتيش؟ تقري من غير ما تخلص؟ لا تقري وتخلص, اما جوست الفوكس نتاعها هو جوست انك باش تقري. داكور معناها تكون معلم ديزون معناها. ولي فيليير الاخرين دونك عندنا كل ما يهم لي ستوديون في تونس. كل عندك انفورماتيك, عندك ماركتينغ, عندك بزنس ادمنستريشن, بي اي سكي ادارات, عندك فينانس, عندك انجينيوري, عندك حتى فما حتى في السبور مي ما فماش برشا مي كومين فما معناها دايفرستي. التنوع موجود. التنوع موجود. بين سيل. نحكي أونجلي في الفاتورة. هذه ما زال اللوجو نتاعكم. ما زال هو بدون. يتزين شوية. يتزين شوية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. دونك كيفاش؟ كيفاش كونكريتمون واحد يقول أنا نقرأ معمل عامل إنجينيورية أون إنفورماتيك مثلا. شنو نعمل؟ ان فيت هو احنا موجودين في احنا عندنا 11 لوكال موجود في 7 ولايات. في كل بيريود عندنا بيريود كيما تاو اللي جاي ان شاء الله وقت اللي يرجعوا لي ستوديون نعملوا اتراكشن اللي باش ديجا احنا بريزونتير واحنا في وسط لي كامبوس نتاعنا. اما بخلاف هذايا انديبوندامون معناها من اللي فاز هذوك عندنا السيت نتاعنا isec.org اللي تنجم تعمل فيه الكونت نتاعك تاع جوست معناها كيما فيسبوك تعمل كونت لهنا اوتوماتيكمون باش يكون عندك مانجر اللي هو باش يكلمك, والا ديجا تلقى عندك في شركة كونتاكت نتاعو تنجم تبروشي سواء بالميل سواء بالتليفون معناها تكلموا ديريكتومون هو باش يبدا يمانجي فيك يعاونك في تركيح السي في يحكي مع لي بارتنير نتاعنا على الشان انترناسيونال اللي هما دي زاي ساكور من بلدان اخرين اللي هما ديجا خلقوا لي زوبورتونيتي في بلادهم, ونبداو نعملوا في الماتشينغ ما بينات بعضنا يعني تدخل في لي انترفيو تعمل شويه دي تاسك ساعات. معناها باش نحاول نبسط ونفسر انت قلتها واضحه مش معناها معناها انا كونتاكتيكم نقول لكم راه السي في نتاعي فيه كذا وكذا, انت تبدا تعرف شنو هما لي زوبورتونيتي نتاع لي ستاج في العالم الكل, وكان تلقى لي اوبورتونيتي ريكبه ديزون على السي في نتاعي تقول لي ها سي بون هذه يعني نفر نجم تابليكي فيه. اكزاكتومون هذا سيناريو نجم يصير كيما تلقانا احنا ديجا وحدنا نمشيو لك ونقولوا لك اذا كان معناها عندك انتغي في الكونتكست هذايا, خاصه اللي احنا توا ان شاء الله في البريود الجايه عندنا ياسر نخدموا على لي ستوديون اللي عندهم ستاج بي اف. نجمش نعملها وحدي الحكايه لو وحدك نعمل كونت isec.org. اما ديما اسهل ليك انت وخير بمروقت هو انه اي كونتاكتيك مانجر ايسك ولا ممبر من ايسك. باهي مازال عندنا 30 ثانيه ممكن نرجع في الساعه الثانيه سامحني. اعطينا دي شيفر دو كونكري معناها اللي يسمع فينا يقول لك زعما هذوما بالحق يخرجوا في العباد. ان فيت ديجا جيتك من ريونيون تاعنا تاع المونثلي ريفيو اللي نراجعوا في الشهر. الشهر هذا بركه ديجا عملنا 20 خرجنا ان شاء الله معناها ابروفينا 20 ايتوديون اللي هو تسمى معناها اقل بريود نخدموا فيها بامور شيفرويت. وخرجنا ديجا 13 عبد اللي الشهر هذا بركه لبرشا بلدان, عندك صربيا, عندك مصر, عندك برازيل, عندك انديا.
اوكي دونك فما برشا معناها بلدان خرجوا فيهم وان شاء الله ان شاء الله ديجا باش نعملوا اكسبانشن معناها باش نتفرعوا مع بلدان اخرين باش نجموا كنت تعرف فكرني بلاش شفت قداش من واحد 12 عابد 20 عابد بلوتو تقبل نحكيوا على مثلا عام ناول فوندا تاع عام ناول قداش من واحد خرج عام ناول وصلنا ديجا خذينا جينا الاولانيين في العالم وخرجنا اكثر من 300 ايتوديون اكثر من 300 ايتوديون خرجوا ستاج بروفيسيونيل بخلاف لي ستاج اون بينيفولات دونك سي دو كونكري ادخلوا على isec.org وعملوا لي كونت نتاعكم وحاولوا تلقاو لي ستاج بروفيسيونيل في العالم الكل اللي يتمشاو مع السي في نتاعك. ميرسي بوكو اي ان شاء الله تعاود ترجع لنا برشا مرات على خاطر عندكم دي زوفر اخرين دي بروغرام دو ستاج اخرين راجعين هنا بحثنا كنت شاركت في بلوزيور ستاج ايسيك ايسيك فور كان تحبوا تلقاو ان ستاج بروفيسيونيل يتمشى مع السي في نتاعكم. احنا مازلنا مواصلين حتى للسبعة نتاع العشيه في تونس الاخرى. خليكم مع الميتيو والاخبار.